نشرت مؤسسة أنري شبول في جويلية 2020 دليل حول فقه قضاء المحكمة الإدارية في المجال البيئي والعمراني المحليين. دليل اللي ينقسم من جزئين، جزء خاص بالبيئة وجزء خاص بالتعمير، من أعداد الأساتذة عصام بن حسن وعفيف همامي مراكشي. فقه القضاء هو مجموع الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم. الدليل هذية يهتم بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية الموجودة في الجهات، واللي هي تهم الجانب البيئي خاصة بعد صدور مجلة الجماعات المحلية. هي مجلة الجماعات المحلية جابت الجديد في مجال اللجان بصفة عامة واللجان البيئية، وهي من ضمن هذه اللجان القارة، أو اللجان الأخرى ذات علاقة بالبيئة كما اللجان الصحية ولا اللجان اللي تتدخل في المجال العمراني والأشغال. جابت الجديد بالطبيعة، وهذا كان له انعكاس في مجال القرارات اللي تصدر عن المحاكم الإدارية الابتدائية، في علاقة بتركيبة اللجان، في علاقة بعمل اللجان وبقراراتها، لأنه هناك نقاش حول الصبغة الاستشارية لهذه القرارات لا سيما في المجال البيئي. هو السلطة البيئية عرفت الجديد في مجال اختصاصها في علاقة بالبيئة وفي التعمير. كي نقول سلطة، إلى جانب اللجان اللي ما عندهاش سلطة تقريرية، عندنا رئيس البلدية اللي يصدر قرارات تتخذ شكل تراتيب، إما تراتيب تخص البيئة بطريقة مباشرة أو تخص التعمير، ولكن لها انعكاس على البيئة كما على الجمالية مثلا العمرانية، في علاقة مثلا بقرارات فردية في مجال رخص البناء، أو قرارات يخذها المجلس البلدي ككل. القرارات هذه تطرح إشكاليات ويمكن تؤدي إلى نزاعات، محل لجوء للقضاء، نتج عنها أحكام جديدة للقضاء الإداري في المجال البيئي المحل. الإيجابي في الدليل هذايا اللي هو استند على أكثر من 90 قرار صادر عن المحاكم الإدارية الابتدائية في الجهات، واللي يحب يطلع أكثر على المعلومات هذايا يطلع على الدليل اللي يرقى فيه مقتطفات من حيثيات من الأحكام هذايا الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية في الجهات.